عرفت الإبر الصينية تاريخياً قبل أكثر من 1000 عام على يد الصينيين، وهي عبارة عن إبر رفيعة جداً تغرز في أماكن محددة في الجسد لإعادة التوازن إليه ومعالجة الكثير من الأمراض. وأكثر الأماكن التي تغرز فيها الإبر هي الوجه والظهر وأسفل اليدين والساقين. إيلونا ريسك مصابة بمرض نادر يدعى متلازمة بحشد، وهو عبارة عن التهاب في الأوعية الدموية في الجسم، وكانت تشكو آلاما في الجسم وتقرحات في منطقة الفم وزغللة في الرؤية. لكن مشاكل إيلونا الصحية انتهت بعد أن عرفت طريقة العلاج بالإبر الصينية، ورافقناها في إحدى جلسات العلاج وحدثتنا عن حالتها بعد العلاج. بدأت العلاج قبل 2 عام، وكما ترون ابتسامتي ارتحت كثيرا، لست خائفة من المرض كما كنت من قبل. تأتيني الهجمات بشكل خفيف وأقل ألما. أصبحت إنسانة مختلفة بعد العلاج بالإبر الصينية، وأصبحت أعيش حياة مختلفة. الإبر الصينية مفيدة لتحسين الدورة الدموية والجهاز المناعي، ويعزز هذا العلاج أيضا وظائف الأعضاء. يأتي إلينا مرضى كثر بداعي العقم وعسر الهضم والصداع النصفي وألام الكتف، وتفيد الإبر الصينية كذلك في الإقلاع عن التدخين. أما عن مدة العلاج فتختلف من شخص لآخر، ولكنها تطول إذا كان المرض مزمنا. قررت خوض التجربة بنفسي ولم تؤلمني بتاتا. رشا خياط، العربية.